بونسوار واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا باخر مباراة من المرحلة الثانية لبطولة لبنان لكرة السلة 2016 و2017. اليوم نحن بمزهر تحديدا من ملعب الهومنتمن، هالملعب اللي كل الفرق اللي بدها تجي عليه بدها تخاف من هالجمهور الحلو، من هالجمهور الحماسي، الجمهور اللي بعيش الباسكت، بعيش اللعبة كثير بطريقة كثير حلوة. اليوم الهومنتمن عم يستضيف التضامن، الفريقين اللي فرجوا مباريات كثير حلوة بالمرحلة الأولى. الهومنتمن قدر يربح على الويسي برات أرضه 75-72 بمباراة كثير حلوة كانت، والتضامن قدر يربح على الهوبس 93-86 بمباراة كمان كانت شفنا فيها كثير رمحات حلوة، أنواع دفاع كثيرة. الفريقين شو عاملين؟ الفريقين محضرين كثير منيح لهالموسم، لهالموسم. الهومنتمن الأجانب تقريبا هن ذاته، جالوي هو ذاته، والسنتر تغير، بل راح اجى محله ماجوك، بس ما تغير كثير لانه ماجوك عم يبدل مستوى كثير منيح. والاجنبي الثالث اكيد جاكسون هو ذاته، بالنسبه للبنانيه دعموا حالهم كثير منيح الهومنتمن باللبنانيه. مين جابوا؟ جابوا فادي الخطيب، واحد من اهم اللاعبين اللي قطعوا على تاريخ الباسكت بلبنان، وجابوا هايك يلي اعطى مستوى كثير منيح السنه الماضيه مع الهومنتمن. فالفريق كله صار احسن، صار عم بفريق عم بفوت مش بس لحاشر على البطوله، بده يربح بطوله الهومنتمن السنه. تضامن شو عمل؟ التضامن اول شيء عمله انه جاب مدرب من احسن مدربين اللي قطعوا على الباسكت بلبنان يلي هو بول كوفتر. بول كوفتر مثل ما شفنا بالماتش الماضي كثير انواع من الدفاع، لعب كل الجيم بريس، مش نوع واحد بريس، خمس ست انواع بريس عم يلعب، عم بيضيع الفريق اللي عم ضده. مزبوط ما عندهم خبره بالمباريات برات امريكا وبالدوريات الاوروبيه والشرق اوسطيه، بس انه لعيبه كثير كبار، لعيبه مزبوط كثير كبار، وهذا شفناه باول ماتش. قد ايه رح يتاقلموا مع بول كوفتر وقد ايه رح يعملوا نتائج السنة؟ أنا برأيي فريق صغير، فريق عم ينبنى لسنتين وثلاثة. برافو تضامن على الشغل اللي عم بيعملوه، فريق كتير حلو، له مستقبل كتير كبير، وعم بيفرجونا مباريات مش بس عم نشوف باسكت، عم ننبسط بالمباريات اللي عم نشوفها. شو راح يصير اليوم؟ مين راح يربح المباراة الحلوة اللي بتصور رح تكون كمان مباراة تانية كتير حلوة بالمرحلة التانية، ومن أحلى مباريات بطولة لبنان لكرة السلة. كل المباريات أساساً ببطولة لبنان عم تكون حلوة، بس هيدي ماتش كتير قريب على بعض، وأكيد الجمهور اللي مثل ما قلت مين ما يجي على الملعب بده يحمل هالجمهور، جمهور حماسي، جمهور من كل الاعمار، بنات، رجال، نسوان، كبار بالعمر، صغار بالعمر، كله عم بيحمس، كله محمس لفريقه. تقديم اللعيبه هلا، خليكم مع اكيد مدرب الهومنتمن جوم جايز. تقديم اللعيبه من نادي الهومنتمن. سلامتك. رح اترككم مع عم تسمعوا تقديم من مقدم، رح اترككم، ما رح احكي، رح اترككم مع صوت وصوره هالمره.
اكثر ما عجبه كرويه، اخذ ما عجبه الاختراق. اكيد اللاعبين هلا كرم مشرف رجع من إصابة، جالوي تريبل دبل في الماتش السابع. كيفن جالوي تريبل دبل الماتش السابع، بوينت جارد طويل. لعب اخر موسم الماضي مع الهومنتمن واجا من قطر. نديم عم بيقدم مستوى كثير كبير من السنة الماضية والسنة. أتر ماجوك مهم السنتر أتر ماجوك. هاي اجا من الحكمي من تاني ميل، التضامن عم بحمو ما بدهم يبردوا. جاكسون واحد من افضل الاجانب السنه الماضيه. هذه الخطيب أكيد جاي من الرياضي. التايجر مشاهدينا اول خمسه من كل فريق رح يكونوا نديم سعيد، أتر ماجوك، كيفن جالوي، فادي الخطيب، ودوين جاكسون بالهومنتمن. بالتضامن جوناثان هولتن، موريس كامب، بلال طباره، شاد خليل، وايرفن موريس. مثل ما تشوف على الشاشه قدامنا، يعني مباراة كبيرة. رح نشوف إذا رح يلعب بريس بول كوفتر كل الجيم مثل ما لعب بأول مباراة له مع الهوبس. أصعب البريس بهيدا الجيم لأنه عم تلعب ضد فريق طوال سريعين
وكلهم جود بول هاندلرز، كلهم جود بول هاندلرز. يعني اصعب تلعب بريس ضد هالفريق. لنشوف لنشوف شو الطريقه اللي رح يلعب فيها. مثل ما قلنا في اكثر من نوع بريس. بالمباراه الماضيه كان عم يلعب دايموند، بريس بيسموها دايموند، بتبلش تقريبا من الهاف كور وعم يرجع لورا. اوقات عم يلعب زون، اوقات عم يلعب مان. وقت يلعب زون عم يلعب اكثر من نوع زون، عم يلعب 1 3 1 زون، عم يلعب 1 2 2 زون، 3 2، يعني في كذا نوع عم يلعب على الديفنس. لنشوف اليوم شو بده يفرجينا. وكثير انبسطنا وقت فرجنا على الطريق على فريق التضامن. نرجع للمباراة، المدربين أمريكاني ولبناني اليوم، كافتر للتضامن، جوم جاعز للهومنتمن، جامبول لعن جاد خليل، موريس. نرجع لموريس، ستيب باك برا، ريباوند لنديم، مان تو مان، اكيد تضامن بلشين. اتر لفادي تحت الباسكت، مرق الطباره برا، طابه مع التضامن، جرب جاكسون، موريس، كم لتاني ميل، هولتر دعس على الزيح، لا بعدها طلعت صفرة بالملعب، جالوي للزاوية لنديم، نديم أول ثلاث نقط بالجيم، كيتي سيفن هومنتمن أول أسيست لجالوي. شاد كمان ثلاثة، ريباوند لفادي، جالوي دغري لنديم لو حاله على ثلاثة، نديم ثاني ثلاثة لنديم، 6-0، 6 نقط لنديم، 6 نديم، 0 تضامن. شاد ثاني ميل، موريس كمان ثلاثة، برد موريس، ايرفن ثلاث نقط، جالوي مان، قلنا صعبة تلعب بريس ضد هالفريق. فادي بياخذ فاول من جاد،
في مسفات مسمات شو زي ماركوشات دربين اثنين بيرجع بلال على فادي توديو جاد ستيل بيفوت على فادي مضايقة اوفنسيف ريباوند لكام كفاو كم فيترو اول وحدين اول نقطة لكم ديني فيترو برا بيبان تفادي اصل توصل لجاد بيلعب لكم برا ريباوند فادي دغري لجاكسون اوتلت باس بيطلع جاكسون بلوك شوت من كامب اوفنسيف ريباوند لاتر وفاول فاول على هولتون فاول اول على هولتون اثنين فري ثرو لاتر لا اول وحده برا ما شوت بعد ما جاب اوفنسيف ريباوند هذا اللي عم نقول عنه تريلر لعيب طويل بس بيركض اول نقطة له 7-4 لعيب طويل بس بيركض هذا بسموه تريلر السنتر بضله لاحق على الفاست بريك جاد كم كم بيلعب فايد اواي برا فاست بريك باس حلو كثير باس حلو كثير من جاكسون وثمان نقط لنديم باول 240 ثانية هيدا عم نقلكم نديم عم بفرجينا باسكت كثير حلو تيرن اوفر لفادي كمان لنديم بيطلع صعب كثير كانت ديفنسيف ريباوند لبوريس شاد كم شاد ثلاث نقط برا ريباوند لا نديم كمان فادي بجالي بفوت على طبارة بيعمل موف تيرن اوفر ووكينج تسعة أربعة هاي الووكينج عم شوف حرك اجره الشمال رجع فادي شاد هولتون برا من موريس تب وفاست بريك حلو كتير ومجوك ومجوك سلة أحلى ثلاث نقط لمجوك وشفنا مجوك أول واحد ركض على الفاست بريك موريس بفوت باسكتين حلوة هلا بريس عم نشوف بريس بريس مان بريس عم بيكون وثمان ثواني زبط معهم البريس زبط معهم هالمرة البريس اخذت معهم ما قدروا يقطعوا الطابة نص الملعب بثمان ثواني تيرن اوفر هذا الباس من نديم اسيست نديم جديد كمان جاد موريس بعيد كثير بعيد كثير وصعبه جالوي ريباوند ودغري اوتلت برد له جاكسون وجالوي كمان وحده بلوك شوت من هولتون باسكت ان اند 1 لجاكسون أول نقطتين لجاكسون فاولين على هولتون
جاتنا اكيد هلا رح يغيروا اكيد رح يغيروا لهولتن فاولين ما بده اياه يلا فاول ثالث على بكير جاد موريس ياخذ فاول من نديم سعيد جرار حدديان جرار حدديان بفوت محل هولتن كم بيضطر يعليها كثير وجوا ضيق الديفنس كمان البريس عم نشوف البريس تقطع بيجرب جاكسون حلوة بس كمان ما بيستسلم بضل عم بيجرب ليرجع يجيب الريباوند جالوي بفوق بيلعب باس ميد رينج برا فادي كمان اوفنسيف ريباوند نديم جالوي فادي مركو بلال بيلعب على بلال وبحطها فادي 16-8 اول نقطتين لفادي كمان مان ما عم بغيروا على المان باس من جاد لكام جوا حلوه كمان من كام كمان بريس عم نشوف فول كورت عم بيكون 2-1-2 عم يجبرون يلعبوا طابات صعبه عشوائي تورن اوفر هلا رجعوا لزون فادي نديم برا فادي اوفنسيف ريباوند النقطة الرابعة 18-10 جاد حدديان بشوت والريباوند لبلال جاد بفوت بلوك شوت من قطر مشوك لحاله على الثلاثة بحط برا هاي اللي منقولها على طول 3 on 2 3 on 1 في كوتشية بحبوا ياخذوا ثلاث نقط ما علي إذا أخذتوا في حدا على الريباوند بس أضمن يفوتوا ياخذوا نقطتين يعني كل كوتش عنده فلسفته روني فهد على الملعب محل جاد كم بيسحب بيلعب لبلال وبلوك شوت من جاكسون بيلعبها لنديم اليوب طار مجوك طار هاي عم شوفها على البطيء فاول على حدديان يعني لو زبطت كانت حلوه كثير بلاي اوف ذا جيم اول نقطة لمجوك جوا اربع نقط لمجوك 19-10 3 دقائق و15 ثانية لنهاية الكوارتر الأول كمان 20-10 بلشين منيح تضامن بلشين منيح الهوبس بلشين منيح الهومنتمنت بعد في فريقين ببطولة لبنان ما عديتهم روني ثلاثة برا من فريد ابو جوده جالوي جاكسون لفادي اللي بياخد سله فادي هيدا اللي بيحب يعمله فادي بياخد على البوست ست نقط بياخد على البوست وبيفوت تحت الباسكت بيستعمل جسمه كثير روني جالوي كم برا فادي ديفنسيف ريباوند نديم
جالوي فادي كمان بده يلعب على البوست كمان ماشي معه رح يضل عم يلعب عليها نفس اللعبه فايد اواي هالمره برا اوفنسيف ريباوند لما جوك جاكسون لحاله على الثلاثه برا كمان عم يجرب ماجوك توصل عند فادي وباسكت فادي تحت السله وتايم اوت 22-10 طنطنا فادي هاي ريبلاي ماجوك ماجوك اذا ما بجيب الريباوند اذا ما بجيب الريباوند ماجوك بيساعد ليعمل تيب 4 ريباوند لماجوك و5 ريباوند لفادي بالجيم الماضي جوناثان هولتن حط 20 نقطة 11 ريباوند ما وقف على الفري ثرو ابدا موريس كامب 21 نقطة شاط 9 من 10 فري ثروز 90% كمان وايرفن موريس 21 نقطة و8 ريباوند ثلاثتهم لعبوا جيم منيح كثير منيح بهوم ادمن بجيمهم الماضي ضد الويزي كان جيم كبير 75-72 فادي 20 نقطة، جالوي 10 نقط، 11 ريباوند و10 اسيست. لعبوا اثنيناتهم كمان جيم كبير. بنذكركم انه الحكام الثلاثة اليوم هن عادل خويري، رباح نجام وكلود جبرايل. ومنتمن على الملعب. تضامن. فوتوا على الملعب اكيد بعدهم عم يلعبوا تضامن باثنين اجانب لانه هولتن عليه اثنين فاولز بطل يريحوا المدرب ايثان موريس برا لروني هيدا اللي بحب يعمله روني برا جيرار اوفنسيف ريباوند بس جاكسون لوك شوت تنعرض جالوي لفادي اللي عم ياخد بوست بس بضايقه وباس لكم تيرن اوفر تيرن اوفر من فريد ابو جوزي هاي محل فادي أربعة وعشرين عشرة ما عم يثبت البريس ماجوك عم يلعب على حدا ديان بيرجع بيلعب لبرا لنديم بيفوت على الباسكت نديم ما بيقدر في يستفيد على السله اكثر ماجوك عم يماركو حدا ديان زون ومنت من زون كم ميد رينج بريس كمان ما عم يزبط واليوب زبط يعني البريس مثل ما قلنا ما ضروري تقطش الطابه فيك تجبرهم يا اما يعملوا تيرن اوفر مثل ما صار هلا يا اما يشوتوا شوطه سريعه بس خطره عم يقدروا يستفيدوا الهومنت من 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 هالبريس يعني هاي تيرن اوفر بس لازم يستفيدوا اكثر منها شو خطره روني على الثلاثه جوا جوا يا روني 15-24 اول ثلاث نقط لروني جالوي لنديم جاكسون ثلاثة برا موريس ريباوند روني كم لازم ياخذوا وقتهم اكثر شاطة بكير شاطة بكير ابو جودي لازم ياخذوا اخر اتم كان 7 ثواني بعد فيه لجاكسون بياخذ الفاول من فريد لازم يطلع على الساعة لازم يخلي له آخر أتمت كان هلأ عطى بوزيشن للهومنتمن وعطاهم نقطتين خليها معك وشوت آخر ثانيتين أو ثانية إذا فاتت عظيم ما فاتت معلش هني ما عندهم يقدروا ياخذوا بوزيشن هومنتمن 4 ثواني و4 من الثانية 4 أشهر من الثانية لنهاية الكوارتر الأول 24-15 11 نقطة هومنتمن جاكسون 4 نقاط جاكسون 4 ثواني لموريس موريس بياخد فاول ما
بن جالوي. اثنين فاصل ستة اعشار ضابط تضامن 25-15. كم بشوت شوطة صعبة بس 25-15 عشر نقاط نهاية الشوط الكوارتر الأول. شو رح يعمل بول كوفتر وفريقه بالشوط بالكوارتر الثاني من الشوط الأول؟ الفريقين لعبوا ضد بعض أربع مرات الموسم الماضي. الهومنت من ربح أول جيم وثلاث جيمات الباقيين ربحهم التضامن. يعني فينا نقول إنه التضامن ربحان 3-1 الموسم الماضي. وبول كوفتر كان لازم يكوتش أول موسم للهومنت من، بس إنه كان هي واز ريليست، يعني ما عاد يتظبط الديل آخر شيء قبل ما يبلش الموسم. بول كوفتر مثل ما قلنا درب بلبنان، اجا على الوردية روزير، اجا على الرياضة، اجا باكثر من فريق يعني بلبنان. درب منتخب لبنان للناشئين، منتخب لبنان الاول. بنقول له كمان سلامته لعادي الخويري اللي رجع من إصابة، وهيدا تاني مباراة بحكمها. علي فخر الدين على الملعب، هولتون أجنبي واحد هو هولتون، مع علي فخر الدين، مع روني فهد، فريد أبو جودي، وعزيز عبد المسيح. عم يلعبوا زون، عم يلعبوا زون اليوم هلا التضامن. جالوي بفوت مرتاح، أول نقطتين لجالوي، في فرق بالطول كتير صار. عم بجرب كوفتر السرعة، سكرين علي فخر الدين لروني، 6 ثواني 5 ثواني شوطة من بعيد صعبة. جالوي اليوب ما بتزبط، عبد المسيح بيوقف على الكيتي وبيشوط تقريباً لجالوي لهايك اوت. يعني جالوي كتير بيساعد لأنه بوينت جارد طويل كتير فوق المترين، كتير بيساعد وسريع أكيد على الديفنس. فيه برق مين مكان هولتون على الكلاتي جوا يا هولتون. بريس، عم نشوف البريس هلا، عم نشوف البريس تقطع. جالوي يعني معدل طول مترين وشوي بالهومنتون. جالوي ما بتزبط، هايك بجرب فهد، علي بيلعب لروني، 10 ثواني بجرب يشوت ياخذ فاول، جرب يشتري الفاول تكنيكال. تكنيكال فاول عروني. روني عم يحتاج رادي على الفري ثرو التكنيك. 9 نقاط فادي. هون كان عم بيطالب بالفاول
عندنا 28-18 سكور. هاي 3 اير بول بتضل الطابة مع مومنتم. رباح بيقول انه تاتش بفادي بتروح للتضامن. روني 2 سكرين على الهاي بوست وثلاث نقط لروني جديده ودغري على البريس. 6 نقط لفادي. جاكسون بياخذ الفاول. جاكسون اول فري ثرو برا. اربع نقط 2 ريباوند اسيست. رولي عم يدافع عليه جالوي. بولدن بعدنا مان تو مان من الهومنتمن وستيل من جالوي. جالوي بفوت all the way. باسكت حلو كتير من جالوي. اربع نقط لجالوي. عم يجرب جاكسون يعمل ستيل وبيعمل فاول. هاي جالوي سريع. جالوي سريع وطويل. بلال يرجع يفوت على الملعب محل فريد ابو جودي. 31-21 روني. زون هالمرة هومنتمن. دو عادي. بلوك شوت. من جالوي. بلوك شوت حلوة من جالوي. Out of bounds. عبد المسيح برا. تب من هولتن لروني بعيدة ما بيشوط. يعني عبد المسيح لروني هلا بعيدة. جوا تالت. ثلاث نقط لروني. 9 نقط لروني. هاي البلوك شوت تلكون. جالوي بوينت جارد طويل في دافع على الكل. جاكسون دبل تيم عليه بياخذ الفاول. بياخذ فاول من عبد المسيح. واحد وثلاثين 24 سبع نقط. قربوا التضامن باجنبي. واحد قربوا التضامن. فادي ثلاثة برا. قتل مشوك بيعمل تب لبرا وبيخلصها حلوه من هايك اللي بيشوت. ثلاثه برا. فادي بجيب اوفنسيف ريباوند. جاكسون بيشوت هالمره جوا. حلوه يا جاكسون. بنات 34-24. روني كثير بعيده برا بس هولتن بجيب الريباوند. بترجع مع الهومنتمن. جالوي لفادي. رجعوا مان ووكينج على مجوك. عم نشوف الفريقين عم بغيروا كثير بدفاعاتهم. مان زون كريس روني موريس رجع الملعب. هولتن كيتي بجيبها. بلال يلي بفوت على الباسكت بيلعب لكام. بحط باس حلو كتير. اسيست كتير حلو من بلال لكام. 5 نقط لكام. 26-34.
هذا كان هولتن مش كام. كان هولتن مش كام. هولتن كام ما عم يلعب. فادي مش عارف يعمل ستيل. روني بيرتاح فوت محله جاد. بوردر حلو من روني. جاد كمان نديم سعيد بيرجع فوت على الملعب. موريس لجاد. موريس لحاله على الثلاثة عم يلعبوا زون الناس اللي كانوا. علي فخر الدين اوفنسيف ريباوند وباسكتين. باسكتين اول نقطتين علي فخر الدين. دق البورد كمان مان تو مان بريس كل الملعب. جاكسون جاكسون نو سكرين يلعب لفادي ستيل من موريس اللي بيعمل سبين موف حلوة كتير. وعلي فخر الدين باسكت ان ماشوك ما مش عايشبه مش عايشبه ماشوك. خلينا نشوف فيها فيها نظرة ماشوك ما هو حق يزعل شوي. فيها نظرة بعد عم تطلع يعني الحكام اوقات ما كتير فيك تحسبها اذا عم تطلع ولا عم تنزل يعني ما كتير واضحة بس بتصور ريبلاي مبيني بلوك بلوك شوت. بنذكر حكام ثلاثة هن عادل خبيري رباح هشام وترول جبرايل. أربعة وثلاثين ثلاثين رجعوا التضامن فاتوا بالجيم. بعد في حكي كتير بالجيم. جو منصور اسيستنت كوتش كمان لبول كوفتر. جو منصور من اللاعبين القدام اللي لعبوا عطوا كتير للتضامن بهالكوارتر. 15-9 على التضامن. 15-9 على التضامن بهالكوارتر. 4 دقايق و7 ثواني. فول كورت مان بريس يعني هيدا نوع من البريس بيكون. ما عم بيصير دبل تيم لانه عم بيكون طابي بالنص كثير اوقات. عادة دبل تيمز بيزوروا بنص الملعب. ماشوك 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 دنك حلوة من ماشوك وباس اسيست كثير حلو من جالوي. موريس بيجرب وبحط باسكت برد دغري. عادل خويري عم بينزلوا الحكم. عادل خويري عم بينزلوا لجو كوتش جو. هاي هي فيك وطلع من تحتها دغري. بعدنا مان فول كورت مان تو مان. عم يشرب كامب عفادي ماجوك جالوي جالوي سوري جاكسون. جاكسون بيرجع بيجيب اوفنسيف ريباوند بياخذ فاول. كمان اوفنسيف ريباوند لجاكسون. نديم حاوي محل ماجوك. جرب يفوت صعب على جالوي. اللي بيعمل جالوي فادي مرة كوميس بيطلع ميد رينج
ميد رينج فادي، ميد رينج حلوة من فادي، 11 نقطة لفادي، 40 32 دقيقتين و50 ثانية يعني هاي نهاية الشوط الأول، كوردر الثاني. هولتن موريس يجرب دفاع حلو من جالوي، دفاع حلو من جالوي، طابة مع الهومنتمن، دغري باس لدين، ابدا ما عم يستفيدوا من البريس لضام، توصل عن فادي، موريس عم يدافع عليه، برا لجاكسون لوحده، كم لجان علي فخر الدين لبرا شاك باسكت ان من علي، ست نقط لعلي، عم يطلب منه الفلاس مان تو مان، كم ما عم يقدر، كم عم يمرق لفادي بس ما عم يعمل عليه كل شيء، الى المحل علي فخر الدين 3 نقط بعيدة، اوفنسيف ريموند لحاوي، وستيل من كم يلي يلي بياخد فاول من جاكسون، شو صار مع فادي هلا؟ ركب سكرين، بلال عم يدافع عليه، راح من ورا سكرين، من ورا سكرين، فادي لقى حاله فاضي، اخذ الشوطة، بده يصير في كوميونيكيشن بين اثنين اللي عم يدافعوا على طول، بنركز عليه على البيك رول هاي، موريس كات نوت، كم اوفنسيف ريباوند عالي كثير الكم، ووكينج فينا نقول انه فريق التضامن كلف تقريبا 400 الف دولار كله، 400 الف دولار فريق ميزانية خفيفة بالنسبة لباقي الفرق، لعيبة ثلاثة الأجانب ميزانيتهم حوالي 140 ألف، ثلاثة الأجانب ميزانيتهم 140 ألف، نديم حاوي بضل بيجرب بيلعب ورا ظهره، تيرن أوفر بتروح دغري تاني ميل لموريس وبياخد فاول من نديم، فاول ذكي من نديم، الفاول اللي بدك تعمله وقت واحد يكون طالع على السلة، يا بدك تعمل فاول قاسي ما يحط سلة ممنوع ياخذ انتوان، يا بدك تتركه يا بدك تعمل فاول قاسي، وهيدا اللي عمله نديم، اول فري ثرو ان 8 نقط لإيرفن موريس 40-35، تاني فري ثرو ان 9 نقط لإيرفن موريس، بنشوف اي بريس رح يصير هلا، رح يغير دايموند، دايموند بريس بس جالوي لهاي باص طويل لشمعون، شمعون لفات محل جاكسون، جالوي 9 ثواني لهاي تحت الباسكت بياخذ فاول، ضامه من فاول ترابل، اول فري جوا لهاي، اول نقطه لهاي، ثاني فري كامب ريما جاد 35 ثانية، 5 نقط فرق،
براد. تاني ميلي لموريس بجرب يلعب يوصل لشات برا على الثلاث نقط برا اوفنسيف راوند لكام وباسكت ان لكام 14 ثانية 41 38 شمعون 9 ثواني تاني مير لهايك بيلعبها لفادي شمعون على ثلاثة باسكت ثلاث نقط لشمعون بآخر ثلاث ثواني ثلاث نقط حلوة كثير من شمعون لينهي الشوط الأول ثاني كورتر والشوط الأول 38 44 للهومنتمنت فرق ستة يعني رجعوا فاتوا بالجيم التضامن بعد ما قلعوا كثير منيح الهومنتمنت هنخليكم مع لقطات من أحلى لقطات الشوط الأول ونشوفكم نحن بالشوط الثاني بونسوار من جديد مشاهدينا بونسوار من جديد من ملعب الهومنتمن بمزهر لننقلكم لايف الشوط الثاني من مباراة الهومنتمن والتضامن الفيلد جولز عم بتكون 41% للهومنتمن 41.7% هومنتمن 35.7% تضامن 3 نقط 28.5% هومنتمن 23% تضامن فري ثروز 71.7% هومنتمن و75 تضامن في فرق كتير كبير بالريباوند فاست بريك لفادي بياخد فاول من بلال كنت عم بقول باول هاف فرق كتير كبير بالريباوند لصالح الهومنتمن 28-17 اسيست تقريبا نفس الشيء 10-9 تيرن اوفرز 11 للهومنتمن 8 للتضامن ستيلز 5 هومنتمن 6 تضامن يعني الفرق كان اذا فينا نقول بالريباوندز فرق 11 ريباوند للهومنتمن فادي الخطيب على الفري ثرو تاني فري ثرو جوا لفادي نقطة 12 45 38 سبع نقط جاد خليل جالوي عم يدافع عليه مومنتمن عم يلعبوا مان موريس خليل 9 ثواني ثاني كم فيك لجاكسون وبيطلع قدامه لجالوي وبحط سلة صعبة كم نقطة ال 11 لكم 45 40 لحاله نديم على الثلاثة ما بحطها المرة هيدا البريس وقت اللعب بريس في كتير مجال ياخذوا سلة هينة أو شوطة هينة الفريق الثاني بس هيدا اللي بيكون بده إياه الفريق الثاني أوقات شوط شوطة سريعة كم ميد رينج برا ماجوك ريباوند جالوي بيلعب لماجوك ماجوك هيني تحت السلة لماجوك نقطة التاسعة كوفتر عم يطالب بووكينج على ماجوك هولتن بجرب على الثلاث نقط ما بيقدر شغل منيح من بلال بتوصل لكامب اللي بياخد فاول هون كوفتر كيف عم بيعترض كم اول فري ثرو جوا 12 نقطة لكم 41 47 ثاني جوا ثلاثة عشر نقطة لكم لو ما فاتت ما كان
بلال طبارة بيجرب يعمل من البريس، عم بيجرب يقطع الطابة. دايموند بريس، دايموند بريس بتروح لتاني ميل لفادي نديم، ثلاث نقط جديدة هالمرة برا، بتروح عند هولتن لعبها لموريس، خط ثلاث نقط برا من جاد. بس كتير حلو من ماجوك، شفناه عم بقطع الطابة من أول ما لعب لآخره، عم يلعب بوينت جارد ماجوك. نديم بيلعب لفادي، بلوك شوت من هولتن، موريس طبارة كم بيلعب لهولتن، هولتن بده يلعب عليه لماجوك، بيلعب عليه بلال، بلال عم بيفوت على كل طابة على الأوفنسيف ريباوند، عم بيجرب على كل طابة، إذا ما جابها بيربح الطابة، وهلأ ربح الطابة. باس حلو كتير، باس حلو كتير وفولو حلو كتير من موريس، والباس من جاد. ما لازم يبرموا ظهرهم للعيبة، لازم على طول تشوف اللعيب والطابة. هاي هي، هاي هي بريس سلة هينة، بدك تنتبه وقتها تعمل بريس. وجوم جاهز محضر منيح للبريس. جاد خليل سلة حلوة من جاد، أول نقطتين لجاد. مان عادي هالمرة، جالوي بفوت على الباسكت، اند وان باسكتين جالوي، ست نقط لجالوي. انا بشوف جالوي لازم يستعمل اكثر هالسيستم، يعني لازم يفوت اكثر على الباسكت، سرعته وطوله وطريقه لعبه فيه يفوت اكثر من هيك. ثلاث نقط باسكت ان اند وان، نقطة ثلاث نقط لجالوي، هلا بيصير مجموع نقطه سبعة. موريس بفوت على الباسكت وبحطها حلوة، ما خاف من ماجوك، نقطه ال 11، اعتراض انه يتركوا الطابة. لنشوف البريس، مان بريس، مان تو مان بريس عند فادي، ما عم يقدروا يستفيدوا من بريس تضامن. جالوي بعيده جوا، بعيده وجوا، حلوه جالوي 10 نقط، 55-48. جاد كم لجاد لهولتن، ستيل من جالوي ترجع له برمة الطابة حلوة كتير، وصلت لعند ماجوك اللي بحط باسكت من تحت سلة كتير حلوة مع فاول. اند وان تايم اوت، تايم اوت سريع. عشر نقطة لهاتر ماجوك، هيدا الباس والسلة مع فاول، فاول على هولتن، ثالث فاول على هولتن. هومنت من وصلوا مرة واحدة على الفاينل فور، كانت السنة الماضية وخسروا 4-2 من الرياضي. التضامن عملوا فاينل فور بال 95، بعدين عملوا ثلاثة فاينلز كونسيكتيف ان رو، ثلاثة فاينلز ورا بعض 97-98 و99. خسروا واحدة من الرياضي واثنين من الحكمة، 97 من الرياضي، 98 من الحكمة، و99 من الحكمة. أقدم فريق ببطولة لبنان هو الهومنتمن،
يلي تكون عمل فريق سنة 1916. هو أقدم فريق بالدوري اللبناني هلا. لنشوف شو رح يعملوا بعد هالتايم اوت. رجع الفرق لتسع نقاط. تسع نقاط. خمس دقايق واثنين واربعين ثانية. مشاوك على الفري ثرو. ان. 58 48. جاد خليل. برا. بجرب كم ما بيقدر. عم يعملوا نسيو. وقت لعيب واحد ينسى البريس ببدل البريس كله له عازي. كم نسي هلا يعمل بريس. فادي جاد خليل مره عليه مره كو اكيد رح يلعب عليه. فاول. فادي بياخذ فاول من جاد. ثالث فاول على جاد. قالوا ولا فادي. هلا طبارة عم يلعب على فادي. بفوت عليه ما بيقدر. تب لبرا من ماجوك. اخر ثانية بزتها بترجع 24 بس طابة مع التضامن. موريس بيجرب يلعب لبرا لجاد. حلوة كتير. باس حلو وسلة حلوة كتير من كم. ما خاف منه لماجوك. بحط فلوتر حلوة. فادي تضرب بالبورد من تحت. علي فخر الدين وروني فهد بفوتوا محل جاد. جاد خليل وبلال طبارة. بجرب يلعب له باس تحت السلة. جالوي تيرن اوفر. شاهدين الهومنتمن عم يعملوا سويتش على كل سكرينات. بما انه فريق طويل كلهم حركين اذا فينا نقول. يعني جالوي في مارك سنتر وماجوك بيقدر يمارك كارد. وبلوك شوت من ماجوك على فخر الدين. بيعبها لكم كم بيد واحده فلوتر ما بتزبط معه. بيرجع بياخذها وبيرجع بيطلع. وبلوك شوت من جاكسون. حلوة هالهصل تحت السلة. حدنا هون هصل تحت السلة حلوة. الحصل هون حلوة كمان. جاكسون هولتون عليه بفوت عليه. فايد اواي برا لكم اللي بيجرب بيلعبها لروني. فخر الدين روني لوحده على ثلاثة برا. فخر الدين عم بجرب توصل لهولتن. بلوك شوت من ماجوك وفادي بيلعبها لحاله. آي شو حلوة شو حلوة منك يا جاكسون. الاوفنسيف ريباوند والكبسة. فاس بريك نموذجية. فادي بيلعبها لها بمداية من موريس. نديم ما بحطها بس مين موجود؟ جاكسون موجود يعمل دنك حلو كتير. مشي حاله موريس ما ناوي ضربة. 60-50 3 دقايق و34 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. فاول على جالوي. بياخذ فاول من جالوي روني.
فهد موريس تاتي برا لجالوي بسرعة لفادي على التلاتي هولتن هولتن بياخد فاول من ماجوك حط عفادي الفاول 60-50 هلا مثلا سكرين عمل سويتش ما عنده مشكل اللي هم من يعملوا سويتشات بيج جاي بياخد سمول جاي سمول جاي بياخد بيج جاي ما عنده مشكل هلا مثلا ماجوك مركوا لروني ما تركوا ساعد على الهد كمان ستيل كمان ستيل من جاكسون وفاس بريك 4-2 توصل لماجوك على الفاس بريك ما بتنعطى لبيج جاي يتصرف فيها البيج جاي بياخدها تحت السله هون بياخدها بس تحت السله مش هو عم يرقد روني بفوت على ماجوك وبلوك شوت من ماجوك كمان بلوك شوت من ماجوك موريس على الكيتي وكم بجيب اوفنسيف ريباوند حلو كثير بعلي كثير حلوه يا موريس 2 فري ثروز خمسه بلوك شوت لاتن ماجوك 60-50 بثالث كوارتر دقيقتين 22 ثانيه كم على الفري ثرو أول فري ثرو برا كلنا بنعرف إنه العشر نقط مكتر بعالم الباسكت تاني فري ثرو بريس بريس تيرن أوفر وتيرن أوفر عادل خويري بيصر انه الطابه مع تضامن كله عم بغير سويتشات على كل سكرينات وعلي فخر الدين من تحت السله لا حدديان تحت السله اول نقطتين لجرار مين عم بيقطع الطابه مين عم بيقطع الطابه بالهومنتمن ما شغلتك يا ماجوك ما شغلتك روني 53-60 عم بجرب عم بجرب جالوي موريس بفوت بفوت عليه بفوت عليه لماجوك ما عنده مشكل موريس سلة حلوة كتير نقطة 13 معارك عم بيصير تحت السلة بين حدديان وماجوك ليجرب ياخذ عليه البوست كامب اجا من بعيد ليساعد ويقطش الطابة شغل منيح كان روني مرك ولا ماجوك صار سويتش على ال على سكرين طابة مع الهومنت مع تضامن 55-60 خمس نقط فارق دقيقة و40 ثانية روني تاتي سريعة عم بجرب عليه توصل عند هايك دغري لجاكسون جاكسون بفوت جاكسون وباسكت ان بفوت بجسمه وباسكت ان دغري باسلة حلوة كتير سلة حلوة من جاكسون وأحلى من موريس فاول على روني ذكي الفاول أنا 67-57 موريس 15 نقطة جاكسون 14 فادي بيرجع الملعب محل جالوي وشمعون محل نديم جاكسون على الفري ثرو
14 نقطة، 7 ريباوند، 2 اسيست مثل ما شايفين. 15 كمان ان عم بيشربوا التضامن، يقربوا بس يقربوا بيرجعوا بياخدوا سلة سلتين لومنتمن. الفريقين عم يلعبوا ماتش حلو. كامب على الثلاثة، بلاي أو جاكسون توصل لحد ديان اللي بحط سلة من تحت السلة، بحط سلة اوفنسيف ريباوند. هيدا اللاعب المشاكس بضل عم يركض على اوفنسيف ريباوند. علي فخر الدين وحد ديان عم يركضوا كثير على اوفنسيف ريباوند. شمعون لحاوي فادي ثلاثة بيلعب لتحت السلة بضايقه روني. 5 ثواني ليخلصوا ال 24 ثانية يلي بحق لهم فيها فريق الهومنتمن. جاكسون بتضل معه ضل معه بيخلص من تورن اوفر. 3 ثواني شمعون لجاكسون دفاع حلو تورن اوفر. احتجاج من جاكسون بده فاول. كامب حلوة سمي هوك إذا فينا نقول. كامب نقطة 18. جاكسون بفوت على الباسكت حلوة من جاكسون على طول. منقول بتجرب تاخد ستيل في مجال كتير تاخد سلة. روني ميد رينج، علي فخر الدين على الأوفنسيف ريباوند بيبرم وبيطلع بصعوبة بآخر وقت، بآخر الوقت جرب. 66-61 هومنتمن 5 نقط. حلو الجيم، حلو الجيم. أكيد جو عم يعطي تعليماته للكورت الرابع وكفتر كمان. جوم جاهز. الهومنتمن كان عندهم لعيب وكوتش اسمه هاغوب خاتشاريان. هاغوب خاتشاريان لعب وقت كبير مع الهومنتمن وكمان درب الهومنتمن، وهو لعب معهم وصل معهم على السيمي فاينل من كاس لبنان بال93. بال93 هاغوب خاتشاريان وصل ككوتش على السيمي فاينل وقت خسر من الكهرباء. كهرباء اكيد وصلوا على الفاينل وخسروا من الحكمة اللي انا كنت العب معهم وقتها للحكمة. هاغوب هلا هو امين عام الاتحاد الاسيوي للباسكت وهو عضو كتير مهم بالفيبا. الفيبا هي الاتحاد الدولي للباسكت بول. لنرجع على الجيم 23-22 ثالث كوارتر للتضامن 61-66 61-66 للهومنتمن. 5 نقط اخر كوارتر رح يقدروا يرجعوا ياخذوا الجيم التضامن ولا الهومنتمن رح يربحوا جيمو. مين رح يربح جيمو الثاني على التوالي؟ اثنيناتهم ربحوا الجيم الاول. بياخذ وقته كفتر وعادل خويري الحكم بيروح لعنده بيقول له صار لازم يفوتوا على الملعب. فادي بفوت على الباسكت بيلعب برا لشمعون. ستيب باك حلوه يا شمعون. ستيب باك شو حلوه يا شمعون. 3 نقط للشمعون. 6 نقط اوه ديانا
دعانة حلوة كتير كانت. إيرفن موريس شو حلوة عمل، شو حلوة دعانة. أخ بنط أول فري ثرو إن، 16 نقطة لموريس. و 69-63. عم تقطع بلا دربل، ولا دربل وصلت الطابع عن شمعون. وهيك لازم ضد البريس. فادي على الثلاثة. ريباوند لحدديان. لروني. روني ثلاثة. سريعة. ايربول. جاكسون. بفوت على الباسكت جاكسون. ريباوند توصل توصل عند ماجوك اللي بيجرب يعمل دانك بس فاول. هيدا الفاول على حدديان. اول فري ثرو ان لماجوك. 13 نقطة، 5 بلوك شوتس، 14 نقطة، 71-63. روني مان ديفنس من هومنت من عطول سويتش كل السكرينات. كم ميد رينج بلوك شوت من جاكسون. بلوك شوت من جاكسون حلوة كتير. فادي كم جاكسون سلة حلوة من جاكسون مع تهريمة بعدها. باس حلو، باس حلو، اسيست حلو كتير من موريس. وعلى البريس دغري، على البريس دغري، مان تو مان بريس. فادي بقطعها مرتاح. تيرن اوفر، تيرن اوفر من هاي. روني بياخذ الفاول من شمعون. انبسط الكوفتر، انبسط الكوفتر من البريس. روني سكرين موريس كتنال. فادي ريباوند. سكرين هون صار سويتش كمان. فادي بفوت بلوك شوت من كم؟ 5 ثواني. فادي بشوت ثلاثة. كم دغري اوتلت باس، ريباوند اوتلت باس دغري لروني. بيلعب لكم ميد رينج ايربول بعيدة. حدديان بياخذ الفاول كمان. اوفنسيف ريباوند لحدديان وفاول. فاول على الشمعون. اثنين فري ثرو لحدديان. قوية أول فري ثرو برا لحدديان. سبع دقايق 21 ثانية لنهاية الكورت الرابع والجيم. تاني وحدة جوا دغري على البريس أكيد. دغري دايموند بريس، دايموند بريس إذا بنشوفها مثل الدايموند عم بتكون. جالوي بقطعها ايزي وبيلعبها لماجوك، بيلعبها لجالوي. جالوي باس حلو كتير من ماجوك ودنك أحلى من جالوي. نرجع منقول هاي خطورة البريس، عم تلعب بريس
في ريسك، في ريسك يفوت فيك سلة هينة. هاي اند وان فري ثرو، 22 نقطة 7 ريباوند 2 اسيست، 23 نقطة. رجعنا للعشر نقط، 76-66. روني حدا ديان على ثلاثة، توصل عند جالوي بيطلع ودانك، دانك يا جالوي، دانك يا جالوي على الفاست بريك. شو حلوة هالدانك، قد ايه عليه، شوفوا قد ايه عليه، حلوة هالدانك. بيرجع الفرق 12 نقطة، 78-66، وتايم اوت سريع من بول كوفتر. هاي نقطة 12 لجالوي، كوفتر دغري تايم اوت. طلع الفرق ل 12 نقطة وكوفتر تايم اوت سريع. كوفتر مش أول كوتش أمريكاني بيدرب التضامن، كان في جيري كلارك قبل، كان في روبرت تايلر قبل. مروان خليل بلش يدرب الهومنتمن، بلش مع الهومنتمن اول تمريني، اول ككوتش، اول فريق بال 2001 2001. توني ماديسون من اهم اللاعبين اللي قطعوا على الباسكت بلبنان. توني ماديسون اول فريق اجى عليه هو التضامن بموسم 98-99. مين ما بيعرفوا لتوني ماديسون. 6 دقايق 56 ثانية، 66-78، هومن 18 نقطة. نرجع المباراة، فادي عم بدايق ولا علي كم تصحى عم يلعبوا زون، هلا عم يلعبوا زون هومنتمن وستيل، ستيل جالوي، جالوي كبسه ثانيه، لا لا يا شمعون بجرب يعمل ستيل. 14 نقطه لجالوي. هولتون بيرجع بفوت محل جرار، جرار حدا ديان بخلي محله لهولتون، جوناثان هولتون 80-66. هاي دفاع حلو من شمعون، دفاع حلو من شمعون. ناطرين، كلنا ناطرين، في تصحيح شوي. علي فخر الدين لروني، موريس، موريس كم بيعمل تيب، تيب تانية هالمرة جاكسون ببعدها عن جالوي، ترجع عن جاكسون يا فادي، لوحدك على ثلاثة يا فادي. بيلعب لماجوك، رح يلعب على رح يلعب عليه، رح يلعب عليه لعلي فخر الدين. بياخد باسكت ان مع فاول، 16 نقطة لماجوك، وهلا بياخد باسكت ان مع فاول اند وان.
بجاك على الفري ثرو. فري ثرو ان لمجاك 83-66. كم جرب يلعب عفادي وصلت لجاد، جاد 7 ثواني 6 ثواني بجرب يفوت سبين لكم باسكت ان باخر ثانيه 20 نقطه لكم. بسهولة عم بيقطعوا، بسهولة عم يقطعوا من البريس، بسهولة كثير عم يقطعوا من البريس. ومنتمن محضرين منيح لهالجيم. أكيد فاول بده ياخذ فادي. جالوي هينا لفادي. فادي فكر حاله لحاله، اجى جاد خليل بلوك شوت من ورا ما منتبه له. جاد خليل دبارة ستيب باك يرجع موف حلو كثير بجرب كم بس ما شوك. شوفوا ما شوك كيف عم يركض على الفاست بريك. جرب يستعرض يستعرض شامون يلعب اليوب لجاكسون. جالوي جرب يعمل ستيل تيرن اوفر لجالوي لبرا للشامون بيلعبها لفادي على ثلاثه برا يا فادي. كم ريباوند بفوت بفوت بياخذ الفاول. بتصور كم كان عباله يكسرها للسله، تصور كان عباله يكسرها معصب. مشوك فاول نقطة 13 ريباوند. أول فري ثرو إن. ثاني فري ثرو إن 22 نقطة. بسهولة عم بيقطعوها، عم بيكون على طول في اثنين على نفس اللاين انه عم بيقطعوا الطابة، وواحد على نص الملعب. جاكسون. بياخذ الفاول جاكسون. عم يلعبوا اثنين على نفس الزيح ورا، وواحد يوقف بنص الملعب. بيلعبوا باس من ميلة لميلة. هاي اهين طريقة تقطع فيها على البريس. جاكسون 24 نقطة 7 ريباوند 2 اسيست. جيم كبير لجاكسون. اثنين فري ثروز جديد 25 نقطة. كم 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 موف حلوة عم بطير. كم 24 نقطة لكم
بحط السلة وان وان فري ثرو فاول على مجوك. كمان 25 نقطة لموريس كام عم بيذكرنا بكام اللي كان عم بالان بي اي، واحد من احسن اللعيبه اللي مرقوا على الان بي اي. هيداك كان طياره، هيداك بيطلع بنطلو لينزل بيضل بالهواء. شون كامب مع السونيكس. جالوي 6 ثواني هايك بيلعب لشمعون على الزاويه باخر ثانيه. 3 نقط حلوه كثير من الشمعون. برمت 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 لاخر ثانيه، فاضي شمعون على 3 نقط بحط نقطه التاسعه. هولتن طباره فلوتر ترجع للطباره اللي بيطلع قدام ماجوك بيعمل بلوك شوت. ماجوك جديد جاكسون بجيب الريباوند هيك لوحده ما بيلعب له تحت على الفاست بريك. جالوي 89-72 جالوي سبين موف حلوة بيده الشمال ما بيحطها. عمل كل شيء صعب وحط اللي أب الهيني. كامب كامب بيطلع اوفنسيف ريباوند من هولتن تب بعدهم على البريس. ها لحاله هايك هالمرة شافه وهايك ما بيقدر يحطها تحت السلة. شوطة سريعة من تاني ميل برا وكامب وين الطابة كمان ما بيقدر. كامب جاكسون 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 شو عملت شو هالكبسة الحلوة. 27 نقطة كامب فاول فاول دقيقة 34 ثانية 74-91 17 نقطة ماجوك فري ثروز أول واحدة جوا 18 نقطة لماجوك. واحدة جديدة 19 نقطة حدا جاء على الملعب عن جديد. ماجوك نديم حاوي يفوت محل ماجوك 94-74 20 نقطة الفرق دقيقة 38 ثانية. جاد خليل جاكسون عم يدافع عليه سكرين من حدا ديان بشوت خليل باسكت ان. هيدا سكرين هيدا سكرين بدك تكون واقف وبدك تعمل سكرين بده يكون قاسي. 94-77 جاكسون 9 ثواني بيلعبها لنديم توصل عن هايك على الثلاثة اخر ثانية برا اير بول. هولتون جاد خليل ستيل وشو هالباس لك شو هالباس وشو هالويندمل شو هالباس وشو هالويندمل من جاكسون شايفها الرأس قبل هاي رأسة ايس كاستس. مين بيتذكر ايس كاستس؟ 29 نقطة على جاكسون هاي رأسة ايس كاستس. جاد بلال على الثلاثة جوا بلال أول 3 نقط لبلال 80-96 16 نقطة الفرق 34 ثانية
ما بتصور في براشر كتير على فريق التضامن انه يربح. فريق صغير عم يشتغلوا عليه لبعد سنة وسنتين وثلاثة. جاكسون عم بمرق الوقت بجرب تخلص ال 24. ثمانية فاصلة أربع ثواني 16 نقطة للهومنتمن. مبروك هومنتمن، لعبوا جيم حلو، فير بلاي. لعبوا جيم كبير لهومنتمن، قدروا يتأقلموا مع البريس، قدروا يتأقلموا مع البريس تبع بول كوفتر والتضامن، عملوا شغل كتير كبير. و80 96 عملوا الشغل اللي لازم يعملوه الهومنتمن وربحوا الجيم. تضامن مثل ما قلنا تضامن فريق صغير عم يشتغلوا عليه لقدام سنة وسنتين وثلاثة. لعيبة أجانب صغار ولعيبة لبنانية صغار، المستقبل لقدام لهالفريق. يعطيه العافية بهالجيم، بس جيم كان كبير من الهومنتمن، جيم كبير من الهومنتمن. معنا هلا هولتن، جوناثان هولتن. Hard luck. They played an excellent game. Homentman played an excellent game. And you still pressed most of the game. What went wrong? We kind of let them get some like out, like let outs. They had like got some like good like offensive like rebounds, good like putbacks. They had like made some like shots tonight. We could like hit like a few like open shots. We had like played they like style of like game, and we ain't like really like play our style of game, like get out and run, like get them like credit they had like deserved to like win. You think if you play against them again another time, would you do better, or they or do you admit they're a better team and they're gonna win you all the time? No, of course not. They're not like no. They had like got us tonight. We'll like be back. Like our like coach like Paul here like. Stretching us like right like for like next game, but they're definitely not like better team. They just had like got us like night. They had played like better. They had hit some like open like shots like I said. But we'll like be back at like our like gym and we'll like see them like again. It's like a long like season. Good luck for the coming games. Thank you. Jonathan بقول إنه لو بيلعبوا ضدهم جيمات جاية مش فريق أحسن من هومنتمن، مش أحسن منهم. هن اليوم عطوهم كتير easy shots. كثير اخذوا سلات هينه مشان هيك ربحوا الجيم، بس هن لا رح يرجعوا ورح يشوفوا تضامن غير بالايام الجايه. فادي جيم كبير 16 نقطه على التضامن يلي هو فريق صغير، بس فريق بتعب عم يلعب بريس ثلاث ارباع الجيم. قدرتوا تعاملتوا مع البريس وقدرتوا عملتوا نتيجه كبيره. خبرني شوي عن الجيم، شو رايك؟ يعني التضامن بيلعب ريتم سريع، بده ايانا نحن ناخذ شوي شوطات متسرعه ونجح فيها. بعتقد اول ثلاثة كوارتر محضرين كثير مين، كثير محضرين للجيم. هلا رجعنا شوي عملنا شوي التيمبو، خففنا التيمبو على الاوفنس شوي، صرنا نهدي الطابه نلعب بالمس ماتشز علينا، وصرنا ناخذ الشوطات والسلات اللي نحن لازم ناخذهم، وهون طلع الفرق. وقت استفدتوا من الفاست بريك قدرتوا تحطوا سلات هينه. اكيد ديفنتلي، ما هو عم نلعب جود ديفنس، عم نروح ناخذ سلات هينه. الديفنس هو كان عم بخلينا نطلع من هيدا البريك اللي هن عم بيعملوه، لانه كل ما عم بيحطوا سله او عم تاخذ الطابه اوت اوف باوندز عم بيعملوا علينا بريس. لما لعبنا جود ديفنس صرنا عم ناخذ ايزي باسكت اكثر. 2 من 2 هومنتمن، قد ايه رح تروحوا؟ للاخر. جود لك، يلا جيم جاي. كمان مباراة كبيرة، على مباشر على التي في. كمان رح نشوفكم بمباريات جاية أحلى وأحلى. ملتقانا بكرة مع جيم جديد. قدركم.